كابتن جمال عبد الحميد، واحنا بنشوف التدريبات. انت سالت سؤال، قلت الجماهير هم في شارع ده الملعب الفرعي لرادس، الملعب الفرعي لاستاد رادس. بعض الجماهير حصلت على تصريح ودخلت ان الامور الامنيه مشدده جدا، مصريين هم يعني تعدوا على الصوابع، حضروا التدريب وشجعوا اللاعبين وهم نازلين من الاتوبيس. بس انا شايف ان اللعيبه داخله جوه السور، الجماهير داخله جوه السور والملعب على طول اللعيبه بتتمرن. ده الملعب الفرعي الرادس، اي حد يخش العربيات كانت على السور. لا 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 لا، ده بناء على طلب الاهلي، طلب الاهلي. يعني دول جماهير مصريين اللي هي رابطه بعض الجماهير المصريه. لا ما اعرفش رابطه ولا ايه، بس رابطه او بعض جماهير المصريه كل محيط. هات يا خالد قبل دي، يا خالد الجماهير خش على الملعب على طول. يعني بص، لو جبنا الملعب اللي ابص العربيه هم كده في قلب الملعب الفرعي في رادس. أيوة، بص العربيه واقفه اهي. بالظبط. الشارع مفيش سور، مفيش سور. الكاميرا هتمشي بقى، بص مفيش سور خالص. الكابتن ده داخل الملعب، ما تقلقش. ما انا بقول لك رادس كبير جدا ومحاط بالاسوار، ولكن ده من الداخل. من الداخل. فالكاميرا هتمشي دلوقتي. هتمشي دلوقتي، هتجيب لك الملعب. هيحرك في صوب عندنا يا جماعه للجماهير. هيحرك دلوقتي، هيخش على الملعب، مفيش اي صوره. رمضان بص، طب هات من الاول كده وهات لنا الصوت اهو. بص داخلين. لا لا، ما هو ده بعد المباني داخل الملعب، التراك. زي استاد القاهره يا كابتن. أيوه جمال، ما تقلقش. التراك وبعد الملعب. سمعنا. ايوه انا بحسبهم بتوعتونا. لا انا فاهم. لا 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 خفت. لا 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 خفت. طبعا اللقطات اللي قدامكم دي نقلا من قناه الاهلي يا شباب، صح؟ طب حضرتك ليه طامس اللوجو؟ هي جايه كده ولا انت طامس اللوجو يعني؟ لا طمسوا ليه؟ ما احنا مستاذنين من برزنتيشن، وهذا حق الناس. يعني انت شاطر يعني؟ يعني ده نقلا عن قناه الاهلي يا جماعه. اتفضل يا كابتن جمال. حاجه كويسه طبعا ان ما يكون تامين لعيبه النادي الاهلي، ده يهمني اكتر من اي حاجه. طبعا صدقني احنا رحنا مره احد الدول العربيه كنا هنموت فعلا، لولا ربنا ثم الامن. كنا اللعيبه الجماهير نزلت الملعب ومعاها عزايز، كنا هنموت فعلا. فيهمني اللعيبه ترجع سلام. دول جماهير الاهلي، وانا باكد لك طبقا لمراسلنا الاستاذ احمد السيد المتواجد هناك، ان الجماهير مسموح لها بناء على مدير الكره الكابتن محمد يوسف. طب وبالمناسبه برضه نشكر الاعلام بتاع تونس، لانه فعلا مهدي الموضوع جدا. احنا عندنا الرساله دلوقتي من تونس. ايضا الخاصه بالصحف، وليس كل الصحف بتهدي، ولكن احنا هنا بنبعت رساله تهدئه. يعني على فكره انا حتى تعليماتي للاعداد اي حاجه فيها تجاوز احنا ما لناش دعوه بيها. صح. ليه مش هنقع في نفس الفخ بتاع الجزائر يا كابتن رمضان؟ أيوة. قعدنا نشتغل نرد. اهم حاجه. لا 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 لا. لا. لكن في حاجه برضو، حتى جمال عبد الناصر اللي تجاوز حتى في الفتره اللي فاتت اعتذر. يعني طلع عبد الناصر جمال، يعني بلاش جمال. اللي تجاوز ابو الجيم اعتذر، يعني اذا كان طارق دياب او هشام الخلصي. اعتذر. بقول لك بيهدد. فدي حاجه كويسه. طبعا. وانا هقول لك حاجه برضك ايجابيه في طارق دياب. الحقيقه طارق دياب كان في استوديو في البين سبورت في مباراه الترجي واغسطس، والكره اللي اتلغت، الهدف اتلغى، اللي اتلعب الكره، والراجل المهاجم راح لعبها برجليه وجاب جول. لما اللي ماسك الاستوديو بيقول له يعني طب نشغل تقنيه الفار عشان تشوفها كابتن طارق، قال له من غير تقنيه الفار ولا بتاع، الكره جول صحيح 100%. فهي لا يعني زي ما في سلبيات او زي ما في لا في ايجابيات. وكان ونجم كبير، وكان وزير الشباب والرياضه التونسي، وهو كمان وزير الشباب والرياضه اعتقد، وهو بيسلم الكاس لحسام غالي
قعد مثلا معاه بتاع دقيقتين بيشيد بحسام غالي وادائه في المباراه. دي حقيقه، دي حقيقه. عشان كده بشكرهم رمضان. اه طبعا طبعا. والكابتن طارق دياب اسم كبير، وتحيه كبير، وتحيه للاعلام القدير هشام الخلصي، دخل معايا وانفردت معاه بحوار مهم جدا، وقالها بكل جراه انها زلت اصبع بالظبط، وشطب التويتين مباشره اللي كتبهم، ده شيء مهم جدا. طيب قبل ما اسال ضيوفي ما هو المطلوب من كارديرون قبل 48 ساعه من المباراه، خلينا نطير الى الصحف التونسيه وماذا رصد لنا الزميل حسام هيكل. استاذ حسام هيكل السلام عليكم. استاذ حسام هيكل السلام عليكم. طب حد يرد عليا يقول لي معانا مش معانا. طب ما حد يرد عليا.